طيب، وين دور العيادات المسؤولة عن هذه الدائرة المهمة في عالم الغذاء وحدوث الحساسية عن تحديد مصدر الحساسية؟ هناك بعض الفحوص اللي يمكن تجرى في مثل هذه العيادات من خلال وضع مثلا بعض البروتينات على الجلد، مو كل البروتينات، بعضها، لتحديد إذا ما كان هناك انتفاخ أو حكة أو ورم، ليتم من بعدها تتبع طبيعة الأغذية اللي تحتوي هذه البروتينات، ونقول من بعد ذلك بأن هذا الغذاء وهذا الغذاء وهذا الغذاء مثلا هي مصادر مشتبهة في حدوث الحساسية. ويمكن نجري هذه الفحوص أيضا عبر عينات الدم، ولكن باختصار وحتى أكون دقيق، هذه النوعية من الفحوص ممكن تكون غالية الثمن، خصوصا إذا ما كانت موسعة، وفي نفس الوقت مو شرط تكون بهذا القدر من الدقة اللي احنا نتصورها. إذن لما قلت في الوقفة السابقة يفترض أن أنا أكون طبيب نفسي، لأن هذا هو يعتبر الخيار الأمثل اللي يفترض أن احنا نذهب إلى عبر تحديد الأغذية اللي تخلينا في نهاية المطاف نحن مرتاحين.